السلام عليكم، معكم مدرب أحمد سمرة من الأكاديمية العربية الدولية، وإن شاء الله اليوم راح نكمل بكورس التسويق الرقمي. طبعا إحنا الدرس الماضي إذا بتتذكروا بدأنا بالميتا، وطبعا دخلنا إلى الميتا بزنس سويت، ومن خلال الميتا بزنس سويت دخلنا لإعدادات مدير الأمن. طبعا حكيت لكم أنا إذا بتتذكروا عن أهمية صفحة إعدادات مدير الأعمال، قلت لكم إنه هاي الصفحة هامة جدا لإلكم كلياتكم، وطبعا هذا الرابط تبعها ممكن إنكم أنتم مشان ما تتعذبوا يعني تكتبوه أو تدوروا عليه أو شيء، ممكن مباشرة من هون إنكم تاخذوا هذا الرابط اللي شايفينه قدامكم اللي هو business.facebook.com/cteams، مباشرة تفوتوا على هذا الرابط. طبعا نحن من خلال هذا الرابط شرحنا كثير شغلات، وكان أهم شغلة إنه بدأنا من آخر فتنا على معلومات النشاط التجاري، وحكينا عن أهمية تسجيل نشاطنا التجاري، طبعا النشاط التجاري للمؤسسة اللي نحن عم نشتغل مثلا فيه، إنه نحن بنفوت على تعديل معلومات النشاط التجاري من هون، وبنحط طبعا كل المعلومات الكاملة عن هذا النشاط التجاري الكاملة، بالإضافة لأهم نقطة فيه واللي هي المعرف الضريبي لهذا النشاط التجاري. وقلنا أن موضوع وضع المعرف الضريبي للنشاط التجاري مسألة في غاية الأهمية، لأنه هاي النقطة بالتحديد إذا عرفنا هذا الموضوع، هذا الشيء راح ينعكس إيجابا علينا بموضوع تكلفة الإعلان إذا بتتذكر. فالإعلان لما بكون تابع للنشاط التجاري معرف ومرخص نظاميا وموجود في عنا رقم ضريبة، فبتجي كلفة الإعلانات أقل. فأنا مثلا هالإعلان عملته ولكن بدون ما أكون ذاكر المعرف الضريبة ولا معرف النشاط التجاري فيه بهالطريقة هاي، فممكن مثلا هذا الإعلان إنه كلفني بحدود $300، لكن لأني أنا ذكرت المعرف التجاري وعبيت بياناتي التجارية لنشاطي وحطيت الرقم الضريبة، فممكن إنه الإعلان يكلفني 200 أو $225 فقط. يعني نفس الإعلان بنفس النتائج بهذيك الحالة كلفني $300، بهاي الحالة كلفني فقط $225. في ملاحظة مهمة جدا بدي أقول لكم عليها، إنه نحن في عندنا 2 مسوقين رقميين، هدول الاثنين سلمناهم نفس الحملة الإعلانية، كل واحد يعملنا حملة إعلانية بنفس الشروط تماما، ماشي؟ واثنيناتهم عملوا فعلا حملة إعلانية، واثنين جابوا نفس النتائج تماما، تقريبا نتائجهم متقاربة، لكن واحد كلفت الحملة الإعلانية تبعيته $1000 والثاني كلفت الحملة الإعلانية تبعيته $500 فقط. فالاحترافي هو اللي كلفت الحملة الإعلانية تبعيته $500، وإن كانت النتائج متشابهة بالحالتين لكن الموضوع انعكس بالتقييم، انعكس على بالتكلفة يعني. فإذا المسوق الرقمي مو بس بيكون احترافي من حيث النتائج اللي بيعطيها بيقدمها للمؤسسة، وإنما أيضا المسوق الرقمي الاحترافي هو اللي هو بيعطي أفضل نتائج بضمن أقل تكلفة ممكن. حكينا على موضوع المستخدمون، فتنا على قائمة هون فوق الشيء اسمه المستخدمون، ودخلنا على الأشخاص، ماشي؟ طبعا نحن أعطينا اسم مدير أعمال. إيه تفضل، في مشكلة؟ انتبهوا، فتنا على المستخدمين، انه نحن اعطينا اسم لنشاط مدير الاعمال، وفي له اسم حديث هلا صار مستخدم حديثا، هو حافظه الاعمال، حافظه العمل. طيب هلا انا اولا مبدئيا لاحظوا انه انا مدير نفسي بحافظه الاعمال، انا مدير نفسي بحافظه الاعمال وعندي تحكم كامل بكل شيء تماما، لكن لو فرضنا مثلا انه انا ما بعرف دير شؤون حافظه اعمالي، فبدي اعين شخص، هذا الشخص يقدر هو يعبي لي هالمعلومات الناقصه وهو يستكمل كل النواقص الموجوده بحافظه الاعمال. فممكن اني انا ادعي شخص ليكون هو مدير على حافظه الاعمال، بحيث انه بنفس الطريقه انا كيف فاتح الصفحه هاي تبعيت مدير اعمالي، هو من عنده كمان بيقدر يفتحها تماما، ومن حسابه تبع الفيسبوك الخاص فيه كمان بيقدر يفتح محفظتي ويديرها، محفظه اعمالي ويديرها تماما مثل ما انا بديرها بنفس الطريقه. طبعا مع تقدير خطوره مثل هيك موضوع بدكم تنتبهوا، لكن كتقنيا كناحيه تقنيه ممكن انه احنا نضيف شخص نعمل له دعوه لهذا الشخص من هون،
بيكون هو مدير على حافظ الاعمال تبعي، ماشي. وهذا الشخص ممكن نحن نختار طبعا، يعني هل هو تحكم جزئي، دوره راح يكون هل هو بمحفظه الاعمال، هل هو هالدور هذا تحكم جزئي ام تحكم كامل. طبعا في عندنا 3 خطوات بدنا نستكملها. نبدا دائما بحساب جيمي او حساب الايميل تبعه. اي حساب ايميل تبعه؟ حساب الايميل اللي هو فاتح من خلاله حساب الفيسبوك. فبناخذ الحساب اللي وبنقول له التالي، بعدين بعد ما ضفنا الايميل بنختار دوره، هل هو تحكم جزئي ام تحكم كامل، ماشي. طبعا يستحسن انكم تعطوه دور تحكم جزئي وليس تحكم كامل. طيب لنفرض انه شخص من الاشخاص قام باضافتي انا كمدير على محفظه اعمال، كمدير على محفظه اعمال. يعني انا مثلا ضفت شخص كمدير على محفظه اعمالي، فبيظهر عندي هون بالاشخاص، بيظهر عندي هون بالاشخاص هذا شخص مدير على محفظه اعمالي، بينزل اسمه هون تحت اسمه انه هو مدير على محفظه اعمالي. طيب لنفرض انه في شخص ما ضافني عنده كمدير على محفظه اعماله هو، يعني دخل بالاشخاص هون وضافني إيه. طب من خلال محفظه اعمالي انا وين بيظهر؟ بيظهر بالشركاء، ماشي، بيظهر بالشركاء. طبعا هون راح تلاحظوا ان في حسابات محفظه، وفي عندنا محفظه اعمال، هدول مو لي، هدول اصحابهم تم ضافوني الي انا كمدير فعليا، ضافوني، فظهر هدول المحفظتين هون، ماشي. هلا هدول المحفظتين هني شركاء لي. اذا اي شخص بضيفك لتكون مدير عنده بكون هو شريك لإلك، بتكون انت مدير عنده، تمام، بتكون انت مدير عنده بالمحفظه، بالمحفظه، وبكون هو شريك لإلك بمحفظتك. يعني بمحفظتك بيظهر من قائمه الشركاء، وبمحفظته تظهر انت من قائمه الاشخاص، هذا اذا كنت انت مدير عنده. فالاشخاص والشركاء بعكس بعض، ماشي. فلنفرض مثلا شخص آ ضاف الشخص ب عنده من ضمن الاشخاص، ضاف الشخص ب عنده من ضمن الاشخاص، فالشخص ب بشوف الشخص آ من ضمن الشركاء، الشخص آ بشوف الشخص ب من ضمن الاشخاص. فهمت الفكره ولا في شويه لغط عندكم منها؟ إذا حد عنده أي سؤال بس خلينا ننتقل للي بعده. مع إن هي فكرة من عادي يعني من الدرس الماضي، بس نظرا لأهمية مثل هيك مواضيع فأنا حبيت أرجع له ولو بشكل سريع. طيب هلا بدنا ننتقل هون للصفحة، لاحظوا الصفحة. طبعا أنا حكيت لكم بالدرس الماضي إنه نحن إذا كان عندنا صفحة يفترض نضيف هاي الصفحة لملكية محفظة الأعمال. يعني هاي الصفحة تصبح مملوكي لمحفظه مدير الاعمال تبعنا او لمدير الاعمال تبعنا، بتصير من ضمن املاك. وطبعا اذا بتتذكروا بالدرس الماضي عملنا لها ازاله لهي الصفحه، وردينا اضفناها مره ثانيه وفرجيناكم كيف تنضاف الصفحه لمديريه لملكيه مدير الاعمال او محفظه الاعمال، ماشي. طيب هل يا ترى نحن مضطرين ان نضيف الصفحه لملكيه محفظه الاعمال؟ نعم، نحن مضطرين ان نضيف الصفحه لملكيه محفظه الاعمال اذا كنا فاتحين هاي الصفحه من خلال الفيسبوك العادي. يعني هاي الصفحه فتنا عملنا حساب فيسبوك، بعدين فتحنا من خلاله صفحة، بعدين جينا نعمل محفظة الأعمال ولا لاحظنا أنه هاي الصفحة لا تنتمي إلى محفظة الأعمال فدخلناها ملكناها لمحفظة الأعمال، أوكي. لكن هل تعرفوا أنتم أنه يمكننا إنشاء صفحة من قلب محفظة الأعمال؟ تعالوا نشوف كيف. مثلا إذا قلنا له إضافي، ماشي. هلا في عندكم إضافة صفحة، هاي الصفحة إذا كانت موجودة، يعني صفحة لإلكم موجودة بحسابكم بالفيسبوك بس ما أنا منضاف إلى محفظة الأعمال تبعتكم، بتضيفوها من هون. طيب طلب الوصول الى صفحه، هاي الصفحه ما لكم موجوده بحساب فيسبوك اخر بس انتم بدكم تضيفوها الى محفوظه اعمالكم بالتنسيق مع صاحب هاي الصفحه، فممكن تضيفوها ايضا لملكيه مدير اعمالكم. طيب انتم لا عندكم صفحه موجوده بحسابكم بالفيسبوك ولا عندكم صفحه موجوده لشخص من الاشخاص بدكم تضيفوها، بدكم تنشئوا صفحه جديده، فمن هون يتم انشاء صفحه فيسبوك جديده. لاحظوا من هون نكبس عليها، فاول شغله بيطلبها مننا انه نعطي اسم هالصفحه، وثاني شيء نعطي فئة هاي الصفحة، ماشي، فئة هاي الصفحة. في هون انه بيعطيكم خيارات اكثر للصفحة اللي بدكم تعملوها على الفيسبوك. لاحظوا انه يمكنك اضافة 3 فئات، يعني ممكن تضيفوا 3 فئات لهي الصفحة. يعني هاي الصفحة تلحقوا فيها 3 نشاطات مثلا، ماشي. فلنفرض مثلا انه انا بدي اكتب ملابس، لاحظوا اعطاني كثير شغلات، الاحتمالات اللي بتطلع هون والخيارات اللي بتطلع هون هي افضل بكثير من الخيارات اللي بتطلع لو كنت انت فاتحين من خلال الفيسبوك العادي وعم تفتحوا في صفحه.
لذلك انا نصيحتي انه انتم لما بدكم تفتحوا صفحه فيسبوك لا تفتحوها من خلال الفيسبوك العادي، تفتحوها من خلال محفظه الاعمال مثل ما انا هلا هون عم مثلا ماشي، يعني شخص من الاشخاص. طبعا نحن بنقول انه هدول عاملين صفحتهم اساسا وصفحتهم ماشي وصلنا في الزمان، اكيد هلا ما راح نقدر والله نقول لهم تعالوا اعملوا صفحه جديده، يعني هون بهي الحاله راح نكتفي انه نضيف هالصفحه لمنكيت مدير الاعمال ما اكثر. مزبوط، بس اذا طلبوا مننا ما كان عندهم صفحه بالاساس وبدهم يعملوا صفحه جديده، ما نروح نفتح هاي الصفحه من خلال الفيسبوك العادي، لا بنفوت على محفظه الاعمال ومن خلال محفظه الاعمال بنفتح صفحتنا مثل ما شايفين ماشي. فانا بس بدي اختار انه هاي الصفحه متجر ملابس، لا لا زال عندي خيارات اخرى، لاحظوا لا زال عندي خيارات اخرى ضيفها لهاي الصفحه ماشي. فمثلا بدي اضيف عليها انه هاي الصفحه ايضا مختصه مثلا بمجال الاحذيه، فضفت عليها متجر احذيه، لا زال حتى بامكاني ان اضيف عليه اختصاص ثالث اذا ردت يعني ماشي. والباقي الباقي سهل جدا، تمشوا فيها نكست نكست عادي وبتخلصوا كل الخطوات شو بطلب منكم بتحط ماشي. هلا فيما بعد في تعديلات اخرى، معلش فوتوا عليها للصفحه من خلال الفيسبوك العادي وعدلوا فيها على كيفكم معلش. بس المهم انتم لما انشاتوها اول مره انشاتوها بمحفظه مدير الامن. طب الميزه الاخرى لهذا الموضوع انه هاي الصفحه اللي انشاناها نحن هون بمحفظه مدير الاعمال ما في داعي نعمل لها اضافه صفحه، لا بتنضاف لحالها اوتوماتيكيا لمحفظه مدير الاعمال ماشي، بتنضاف لحالها اوتوماتيكيا لمحفظه مدير الاعمال. مفهوم هذا الحكي اللي حديت هلا؟ في حد عنده اي سؤال بالنسبه لخصائص الصفحات شو بنعملها شو بنفتح صفحه بقلب مدير الاعمال؟ في فرق بين الانسان البروفيشنال والانسان العادي. الخبير العادي او المتوسط بروح بيفتح صفحه من خلال الفيسبوك، انا البروفيشنال منين بيفتح صفحه الفيسبوك؟ من خلال محفظه الاعمال. فهمت هالنقطه؟ طيب نحن لما شفنا صفحه الفيسبوك اذا بتتذكروا من قلب صفحه الفيسبوك فتنا على شيء اسمه الادوار، كان سابقا اسمه الادوار بالصفحه صار اسمه بعدين اداره الصفحه، راح اذكركم فيها شوي. راح نفوت لقلب الفيسبوك من هون، طبعا اجرينا تبديل عادي، وبعد ما اجرينا تبديل انتقلنا لصفحتنا ماشي، انتقلنا لصفحتنا فتنا لقلب هاي الصفحه. طبعا اجباري الشرط الاساسي انك تكون اجريت التبديل وانتقلت باسم صفحتك وليس باسم حسابك الفيسبوك العادي، انتقلت باسم صفحه ماشي، هاي خطوه اساسيه. هلا بعدها بتنتقل على القائمه هاي الموجوده على اليمين، بتفوت على شيء بسموه الاعدادات، ومن الاعدادات راح تاخذ هالفلاج هذا العلم، العلم بسموه شيء اسمه اعدادات الصفحه. هلا بنفوت على اعدادات الصفحه، كان اسمه سابقا قديما الادوار بالصفحه صار اسمه هلا الوصول الى الصفحه، لاحظوا. فمن هون نحن ممكن نعمل دعوه لاشخاص ليكونوا ادمن او مدراء على هاي الصفحه، وقلنا انه في نوعين من هذول الاشخاص، في عندنا شخص عنده صلاحيات وصول محدوده بتلاقوا صلاحياته فقط انه بفوت بحط منشور مثلا، بفوت برد على تعليقات وما الى ذلك ماشي، وفي عندنا شخص عنده صلاحيات كامله بهي الصفحه، يعني بحط منشور وبرد على تعليق وممكن انه يعمل اعلانات بهي الصفحه ماشي. اذا اشخاص لهم صلاحيات وصول فيسبوك هاي صلاحياتهم هون كامله بالنسبه للصفحه، وهون عندهم صلاحيات محدوده انه فقط بفوت بحط منشورات، يعني بدير الصفحه اداره عاديه، خلينا نقول بدير الصفحه تبعية الفيسبوك مجرد إدارة عادية تمام. هدول النوعين من الصلاحيات للصفحة من هون بنضيفهم. طيب تعال نشوف كيف نقدر نعمل هالحكي نفسه وباحترافية أكثر من خلال مدير الأعمال. نرجع لإعدادات مدير الأعمال، هون لاحظوا إنه هاي الصفحة ممكن إنه نعين لها أشخاص ماشي، نعين لها أشخاص يديروها. طيب فلاحظوا إنه أول شيء ببحث عن هذا الشخص من خلال معرفه أو اسمه على الفيسبوك، ببحث من خلال معرفه او اسمه على الفيسبوك، بكتب اسمه، بعدين بختار كمان بعد ما كتبت اسمه مثلا، بعد ما اخترت كتبت اسمه لهذا الشخص والمعرف تبعه اسمه ماشي كمدير لهي الصفحه ماشي، ممكن اني انا هلا هون اختار شو دوره،
هل يا ترى دوره هو صلاحية جزئية أو صلاحية كاملة؟ صلاحية جزئية أو صلاحية كاملة؟ ممكن إني أنا أختار دوره لهذا الشخص بالصف، ماشي؟ هلا ممكن إنه نعطي لهذا الشخص صلاحية كاملة، صلاحية جزئية، ونفصل بالصلاحيات على كيفنا، شو بنسمح له إنه يعدل بهاي الصفحة وشو ما بنسمح له إنه يعدل بهاي الصفحة. طيب لو كانت هاي الصفحة لإلك، لو كانت هاي الصفحة لإلك وضفت شخص عليها، فأنت وين بتظهر عند هذا الشخص؟ يعني إذا فتح هذا الشخص محفظة أعماله وفات على الصفحات راح يلاقي صفحتك. طيب بيلاقي صفحتك اللي هو مدير عليه، أنت معينه مدير عليه، فأنت وين تظهر عنده؟ تظهر عنده بقائمة الشركاء بهاي الصفحة، تظهر عنده بقائمة الشركاء بالصفحة عندك، هو بيظهر بالأشخاص، أنت بتظهر عنده بالشركاء. طيب لنفرض أنه فات على صفحته هو بالفيسبوك وضافك عليه أدمن، فأنت تظهر عنده وين؟ تظهر عنده بالأشخاص، هو بيظهر عندك وين؟ بيظهر عندك بالشركاء. نفس فكرة مدراء تبعوت حافظة مدير الأعمال، نفس الشيء بالنسبة للصفحة، ماشي؟ نفس الفكرة بالنسبة للصفحة. مفهوم لحديت هون؟ حد عنده أي سؤال؟ لاحظوا، فت على قائمة الشركاء، فأنا ماني شريك لأي حدي، فما أعطاني ولا شريك، ماشي؟ طيب لنفرض مثلا إنه أحد الأشخاص بده يضيفك أدمن على صفحته بس هو ما نعم يعرف، فممكن إنك أنت تساعده عن طريق تعيين الشركاء. طبعا أول التطبيق راح يطلب منك إنه أعطيني معرف، بس طبعا مو معرف النشاط التجاري، انتبه هون غلط، ها، معرف الصفحة. إنه شو هي معرف هاي الصفحة؟ تعطيه معرف الصفحة، ولاحظوا انك بتختار انت شو هي يعني الصلاحيات اللي بدك تمنحها نفسك. نفس الشيء اذا كان هو عم يضيفك عنده بالاشخاص، لاحظوا انك مثلا انت بس بده يقتصر امورك على الاعلانات فقط، بس يعني انت فقط شخص عم تدير اعلانات بهي الصفحه، ما لك اي دور ثاني. لاحظ حطيتك انا هون انك انت بس بدك تدير الاعلانات فقط، مو مهمتك شيء ثاني، ما لك علاقه بشيء ثاني. فانا مثلا عندي 5 موظفين بالشركه، كل واحد مسكته مهمه شكل، صح لما لا؟ يعني هذا الشخص مشيته بموضوع انه هو بمشي منشورات وبرد على التعليقات، ماشي؟ وهذا الشخص مشيته انه هو يشتغل على المكالمات والماسنجر، وهذا الشخص مشيته انه يشوف لي اداء الصفحه ويعمل لي احصائيات لإله، وكم واحد شاهده وكم واحد تفاعله وكذا، وهذا الشخص مشيته انه هو يدير الاعلانات تبعيتها. فلاحظتوا كيف انا يعني سلسلت او نوعت مهام كل واحد، كل مدير من هالمدراء اللي بنضيفه نوعت له مهام. ونفس الشيء بالنسبه اذا بده نعطيه تحكم كامل، نعطيه تحكم كامل. اذا بدنا كل هدول سوا بناخذ هاي، هلا اذا بدنا هاي كل هدول مواصفات اضافيه انه تحكم كامل، طيب شو بيفرق لو التحكم كامل عن تحكم جزئي؟ نفس فكرة إعدادات مدير الأعمال، إنه التحكم الجزئي ما بيقدر يضيف مدراء، أما التحكم الكامل بيقدر هو كمان بدوره يضيف مدراء. يعني أنت دخلت شخص مدير على صفحتك بالفيسبوك، ماشي، بس أعطيته التحكم جزئي، ما فيه يروح هو يضيف واحد يصير مدير عليا كمان. بس أنت دخلت شخص حطيته مدير على صفحتك بالفيسبوك وأعطيته تحكم كامل، فصار هو كمان بيقدر يضيف مدراء ويحذف مدراء، ومن ضمن حضرتك بيقدر يحسبك لك. فكنت انتبهوا من موضوع التحكم الكامل. طيب هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إنه أنا دخلت شخص على صفحتي ومسكته الإعلانات، دخلته لهذا الشخص، عملته مدير على صفحتي ومسكته الإعلانات. طيب هذا الشخص من مين بده يدير الإعلانات؟ من حسابه الإعلاني هو ولا من حسابنا الإعلاني نحن؟ جاوبوني، أنا بدي أسمع جواب منكم. مين بيعرف؟ على ما أظن من حسابنا الإعلاني نحن بيكون، مو من حسابه هو. كيف؟ هلا انا دخلتك مدير على صفحتك إيه؟ بالفيسبوك وقلت لك يا اخي الكريم مشي لي اعلانات عني، تمام؟ انت بدك تمشي الاعلان من اي حساب اعلاني؟ من الحساب الاعلاني تبعي انا ولا من الحساب الاعلاني اللي عندك انت تبعك؟ لا، انت بتضيفني لحسابي، انا بصمم الحساب من اعلاني انا، ولكن حساب بينعرض لا عندك في صفحتك انت. لا ابدا، بتمشي صفحتك
بتمشي الاعلان من حسابك الاعلاني الخاص فيك، وانا ما فيني اشوف شيء نهائيا عن هذا الاعلان ابدا. طيب كيف راح تكون المراجعة والتشيك على الإعلان؟ ها هلا جايين على الفقرة اللي بعدها، بس نفوت على الحسابات الاعلانية راح تعرف. اذا راح ننتقل للفقرة اللي بعدها واللي هي فقرة الحسابات الاعلانية. غايتنا النهائية نحن بكل هذا الشغل انه نوصل لحساب اعلاني، ماشي؟ هلا مبدئيا احنا في عندنا هذا الحساب الاعلاني، مثلا بدنا نشوف هذا الحساب الاعلاني كيف صاير شكله، كيف نافسته، نفتحه من هون، نكبس عليه من هون، فبيفتح الادس مانجر او مدير الاعلانات تبع فيسبوك، ومن هون نحن بنمشي كل اعلاناتنا وبننشئ كل حملاتنا الاعلانيه ومنديرها، ماشي؟ مفهوم؟ هلا مبدئيا هذا بس فقط اذا بدكم تشوفوه كيف تطلعنا، هذا هو مدير الاعلانات تبع فيسبوك، ماشي؟ هذا هو مدير اعلانات الفيسبوك. طيب لاحظوا انه انا عندي مدير اعلانات هذا، ماشي؟ وهي المعرف تبعه، طبعا الصفحه إلى معرف، مدير الاعمال إلى معرف، مدير الاعلانات ايضا إلى معرف، هاي المعرف تبع مدير الاعلانات، ماشي؟ طيب الفكره الاولانيه اللي بدنا نحكي لكم اياها انه بالنسبه لمدير الاعلانات، طبعا هي نافست مدير اعلانات بس لسه ما فتحت، هاي هي وهي الحملات الاعلانيه. طبعا احنا بنشوف الاعلانات هو ان شاء الله نشتغل اعلان حقيقي مع بعضنا، ماشي؟ بس طولوا بالكم شوي لحتى يعني نقطع شوط شوي بالفيسبوك. نرجع شوي لاعدادات مدير الاعمال. من اعدادات مدير الاعمال طبعا فتنا على الحساب، طبعا لقينا هالمدير الاعلانات هذا اللي شايفينه، وهي المعرف تبع، هي المعرف تبع مبدئيا انا مدير نفسي بهذا الحساب الاعلاني. طيب هل يا ترى انا ممكن اني ادخل شخص يصير مدير على مدير الاعلانات تبعي؟ نعم صحيح، ممكن انه نعين اشخاص ليكونوا مدراء على حسابنا الاعلاني، وطبعا ممكن انه نحن نعطيهم صلاحيات مختلفة، إما صلاحيات وصول جزئية، تعالوا نقراها. صلاحيات الوصول الجزئي، إدارة الحملات الإعلانية، إذا بيقدر يدير الحملات الإعلانية وبيقدر يعرض أداء الحملات الإعلانية وبيقدر يفوت على النماذج المعينة بالتصميمات، في طبعا مثل استوديو تصميمات بقلب الفيسبوك، وصار فيه ذكاء اصطناعي كمان ممكن كمان من خلاله يعمل التصميمات وكل شيء. طيب شو بيفرق عن التحكم الكامل طالما بيقدر يعمل كل الميزات؟ بالتحكم الكامل ممكن انه يدخل بالشؤون الماليه، يعني مثل معلومات الفوتره ومعلومات البطاقه البنكيه، وبيقدر كمان المعلومات المتعلقه بتقارير الحملات الاعلانيه والمعلومات المتعلقه باضافه مدراء، يعني بيصير بيقدر هذا يفوت على كل شيء، حتى انه بيقدر يضيف مدراء لهذا الحساب الاعلاني، هذا بسموه التحكم الكامل. لذلك هذا محذر منه، لان احنا ممكن انه نكتفي بهدول. طبعا كمان اذا كان عندنا كذا موظف، ممكن واحد منهم بيعمل حملات اعلانيه فبنمسكه فقط الحملات الاعلانيه، بس طبعا لاحظوا اذا اخترنا الحملات الاعلانيه بدنا نختار هدول الثنتين اجباري معاه. اما مثلا انه انا بدي اياه بس هذا على الاحصاءات تبعت الحملات الاعلانيه فبشغل فقطها، انا هذا بس بدي اياه يفوت على النماذج والتصميمات تبعت الفيسبوك دخله منه، ماشي؟ طيب بدي اياه تحكم كامل دخل، هاي التحكم كامل بيشمل هدول كله، ماشي؟ طبعا بحط اسمه هذا الشخص هون، ببحث عنه بالفيسبوك وبعمل له تعيين منهم، بعمل له تعيين منهم، بيوصلوا اشعار اذا وافق صار مدير على مدير اعلانات. طيب بهالحاله هاي شو معنى هالحكي هذا؟ لما دخلت شخص انا طبعا بيظهر هون اسمه تحت اسمي كمدير ايضا، ماشي، مدير اعلانات. بهالحاله انا شلون بفتح مدير الاعلانات؟ بشوفه مثل النافذه اللي طلعت توا، هو مثل تماما بيفتحه وبشوف مدير اعلانات. انا بفوت بمشي حملات اعلانيه من قلب مدير الاعلانات هذا، وهو بفوت كمان بشوف نفس الحملات الاعلانيه اللي انا بمشيها وبعدل عليها الزب. انتبهتوا كيف؟ فنحن مثلا عندنا مدير الاعلانات هذا، كيف انا فاتحه شايفه؟ كيف انا شايفه لمدير الاعلانات هذا؟ بيفتحه هو نفسه بشوفه تماما مثل ما انا شايفه، تمام؟ طيب انا مثلا عم بعمل حمله اعلانيه هون، بيقدر هو يفوت يعدل عليها، بيقدر يضيف عليها، بيقدر هو يفوت يعمل حمله اعلانيه جديده، وكمان نفس الشيء انا بشوف شغله، يعني اثنيناتنا كاننا فاتحين نفس جهاز الكمبيوتر قدامنا، ماشي؟ فهذا الشخص وانا وياه مشتركين سوا بمدير الاعلانات هذا نفسه،
شو انا بشتغل هو بشوف، وشو هو بيشتغل كمان انا بشوف. طيب شو الفرق بين هاي الحاله والحاله اللي حكينا عنها تو باعدادات مدير اعمال لما ضفنا على الصفحات وضفناه مدير؟ لما ضفنا لهذا الشخص مدير على الصفحه بيقدر يفوت يعدل ويعمل بالصفحه شو ما بده صح، بس لما بده يعمل اعلانات بهاي ومسموح له كمان يعمل اعلانات بهاي الصفحه، بس لما بده يعمل اعلانات بيعملها من مدير اعلانه هو، مدير اعلاناته هو، بس لما دخلنا لهذا الشخص ادمن بقلب مدير اعلاناتنا، فصار هذا الشخص بيقدر يفوت على مدير اعلاناتنا ويعمل اعلانات نفس اللي نحن بنعملها من نفس مدير الاعلانات هذا، نفسه بيقدر يفوت ويعمل اعلانات منه. انتبهت الفرق كيف صار؟ مفهومي هذه النقطة؟ يا جماعة اللي ما عم يستوعب طيب سؤال ثاني وبدي اسمع منكم جواب، سؤال وبدي اسمع منكم جواب. انا دخلت شخص ما مدير على مدير اعلانات، شو بيقدر يتحكم بالصفحة؟ مين عنده جواب؟ لا هذا بس اول صوته مشان نفهم عليه شو عم يحكي. انا في شخص دخلته هلا هون، عينته كشخص هون ودخلته ادمن مدير على مدير اعلانات، هل يا ترى بيقدر يتحكم بصفحتي على الفيسبوك؟ مين بيعرف؟ لا ما له علاقة، ما له علاقة بصفحتي نهائيا، ولا بيقدر يحط فيها منشور. بيقدر يعلن باسمها الصفحة مزبوط من خلال مدير الإعلانات هذا اللي دخلته أدمن عليه مزبوط صح، ولكن ما له أي دور فيها لهذه الصفحة. آه تماما جواب صح يا شهد مزبوط، ما له أي دور. الشخص اللي بيكون في له دور بالصفحة دخلته أدمن بالصفحة هون، الشخص اللي له دور مدير الإعلانات دخلته هون بالحسابات الإعلانية أدمن صح. مفهومي هاي النقطة؟ طيب هل يا ترى بيقدر يفوت يتحكم مدير أعماله؟ لا ما أنا ما دخلته هون بالأشخاص مدير الأعمال، وبالتالي ما له أي سيطرة على مدير أعمال، فقط مدير الإعلانات بفوت وبيعمل إعلانات من خلال حسب الصلاحية اللي أنا أعطيها. لاحظوا طبعا هدول الحسابين الإعلانيات شايفين إن هون أصحابهم دخلوني مدير عليهم مشان دير لهم إعلانات منه. طيب لنفرض إنه نحن دخلنا لمدير إعلانات هذا اللي هون شايفينه، لاحظوا هي اسم مدير الإعلانات وهي الأي دي تبعه بيظهر هون جنب. طب أنا بدي أبدل، بدي أنتقل لمدير إعلانات ثاني، لاحظوا إنه هذا مدير إعلانات ثاني تو فرجيتكم عليه هلا مش شوي، لاحظوا هذا كمان مدير اعلانات ثاني. فانا فيني اتنقل بين مدراء الاعلانات مثل ما بدي. لاحظ هلا عم يفتح مدير الاعلانات الثاني، هذا مدير اعلانات مو لإلي، هذا مدير الاعلانات ما له لإلي، هذا صاحبه مدخلني ادمن اعلي. هذا صاحبه دخلني ادمن اعلي. صح؟ تعال نشوف هذا مثلا. تمام شايفين؟ هذا مدير الاعلانات هذا شايفينه، هذا كمان ما نقول اللي صاحبه دخلني ادمن عليه، فلاحظوا انه انا عم بقدر افتحه وشوف الحملات اللي فيه، وفيني انشئ حمله من هون وفيني اعدل على هاي الحملات ان ردت، يعني فيني فوت اعدل باي حمله من هاي الحملات اذا حبيت. لاحظتوا شو معنى انه دخله شخص ادمن على مدير اعلاناتكم؟ فهمت النقطه؟ طبعا اذا تابعنا نزلنا على فقره التطبيقات، طبعا اذا كنتوا انتم مبرمجين لتطبيقات اندرويد او ايفون اي او اس وبدكم تربطوا تطبيق الاندرويد تبعكم بحسابكم بحساب الاعمال مشان تقدروا تعلنوا فيما بعد باسم هالتطبيق هذا، فبتضيفوا هذا التطبيق هون، تعملوا له اضافه لهذا التطبيق هون عن طريق معرف التطبيق.
ماشي، عن طريق معرف هذا التطبيق، ومعروف كل تطبيق تعملوه بالاندرويد او بالاي او اس له معرف، فعن طريق المعرف يتم ربط طبعا بالتنسيق مع لوحة التحكم بالجوجل بلاي، تعمل ربط بهذا التطبيق وبتضيفوه لهون لقلب الفيسبوك، وبالتالي صار هذا التطبيق تقدروا هلا تبشوا اعلانات على هذا التطبيق. ماشي، طيب حسابات انستغرام، طبعا انتوا فتحتوا حساب انستغرام، بعد ما فتحتوا حساب انستغرام لازم تضيفوا هذا الحساب تبع انستغرام لملكية مدير الاعمال ايضا عن طريق الاضافة، زر الاضافة هون. ماشي، فبتبداوا فورا بربط حساب انستغرام مثل ما بتعرفوا، تطلع لكم النافذة هاي وبيطلب منكم تعملوا لوج ان على الانستغرام، تعملوا لوج ان على الانستغرام وبتتبعوا الخطوات، وما بتلاقوا الا حساب الانستغرام انضاف هون لملكية مدير الاعمال، لملكية مدير الاعمال. ماشي، طبعا من هون لا يسمح مثل ما انكم ملاحظين باضافه اشخاص يكونوا مدراء على حسابكم بانستغرام، لا يسمح باضافه اشخاص ليكونوا مدراءكم على الانستغرام مثل ما انتم شايفين الفقره غير مفعله لهم. ماشي، اذا فقط كل ما تقدر تعمله بالنسبه لا حساب الانستغرام هو انك تربطه بمحفظه الاعمال او مدير الاعمال، او عمليا عم نملكه لمدير الاعمال. وطبعا بعد ما ملكنا هذا حساب الانستغرام لمدير اعمال اخذ اي دي مباشره، اخذ اي دي مباشره مثل ما نكون شايف. طيب نجي للواتساب اكونت، طبعا كمان يجب تمليك رقم الواتساب، طبعا نفرض انكم انتم فتوا على صفحتكم بالفيسبوك وضفتوا له زر واتساب، هذا شيء، وتمليك حساب الواتساب هذا لا محفظة الأعمال شيء آخر. يجب تمليك حساب الواتساب لمحفظة الأعمال، يجب تمليك حساب الواتساب لمحفظة الأعمال. وطبعا ما في داعي أشرح لكم أن حساب الواتساب أصلا أنتم من لما ضفتوه على صفحتكم، زر الواتساب ضفتوه على صفحتكم هو حكما واتساب للأعمال، يعني واتساب بزنس هاي أكيد. ماشي، فبتجي إضافة حساب واتساب، طبعا رح يطلب منكم الرمز الدولي ورقم الواتساب، بعدين بتقولوا له متابعة وتمشي بالخطوات وبتضيفوه، بنضاف حساب واتساب هون كمان وبياخذ اي دي. ماشي، مصادر البيانات هاي بالنسبه للبكسلات وحدات التعقب واللي هي فقرتنا القادمه ان شاء الله يعني. وطبعا فيكم تفوتوا على الفوتره وعمليات الدفع، طبعا من خلال الفوتره عمليات الدفع فيكم تضيفوا معلوماتكم البنكيه، بتضيفوا معلومات البنكيه او معلومات الحساب البنكي اللي بدكم تدفعوا من خلاله بالاعلان. طبعا يمكن إضافة معلومات الحساب البنكي من خلال محفظة الأعمال أو مدير الأعمال، ويمكن إضافة معلومات الحساب البنكي من خلال مدير الإعلانات فقط، لكن الفرق بيناتهم إنه محفظة الأعمال ممكن تحت يكون أكثر من مدير إعلانات واحد، يعني محفظة الأعمال ممكن تحت يكون أكثر من مدير. وثانيا محفظة الأعمال لاحظوا إنه بتضم كل الحسابات لكل الحسابات الإعلانية، فمثلا هذول المعلومات البنكية لاحظوا انضافوا لحسابات اعلانيه مختلفه، لاحظوا ايضا انها انضافت هون. ماشي، انضافت هون، انتبهتوا كيف؟ فممكن انكم تضيفوا معلوماتكم البنكيه بقلب حساب محفظه الاعمال، وممكن تضيفوها من خلال مدير الاعلان، هاي لا تشغلوا بالكم زياده فيها لانه ما كثير مهم. طيب هلا طبعا بدنا ننتقل لفقره جديده، نكبس على هالنقط هذول الثلاثة بقلب مدير الأعمال، دائما هذول الثلاث خطوط اللي فوق بعض البعض اللي بوصلكم للقائمة الكاملة بالمتر بزنس. فلاحظوا رجعنا للقائمة، ومن هون إذا بدنا نرجع لإعدادات مدير الأعمال اللي هو هاي. ماشي، وطبعا في عندكم كمان بتقدروا تفوتوا من خلالها على مدير الإعلانات كمان، وفيكم تفوتوا على فقرة مهمة جدا جدا اللي هي مدير الأحداث، واللي هلا بدنا نفوت عليها، مدير الأحداث أو الإيفنتس مانجر، مدير الاحداث. طبعا الفكره قائمه على انه نحن ما عاد في عندنا شيء اسمه انه والله هذا زبون شاف الاعلان وطلع منه وخلصت القصه، ما عاد نؤمن بهذا الحكي، هذا الحكي صار كان سابق في الماضي بالماضي، اما هلا حاليا هذا الشخص بس انه شاف الاعلان وتفاعل مع هذا الاعلان بطريقه ما، يعني تفاعل مع الاعلان بطريقه معينه، فمباشرة يجري تعقب هذا الشخص، يجري تعقب هذا الشخص. فلنفرض جدلا مثلا ان كنتم عاملين اعلان على الفيسبوك، طبعا الاعلان على الفيسبوك يتكون من صورة نص، في عندنا نص المنشور، وفي عندنا تحت المنشور في عندنا صورة، وفي تحتهم
في زر اجراء مثلا تصفح المزيد اعرف المزيد، او زر واتساب المراسلة واتساب، او زر ماسنجر ايا كان ماشي. فلنفرض مثلا انه الزر هذا هو تصفح المزيد وكبس عليه هذا الشخص لهذا الزر، نقلوا هذا الزر من الفيسبوك الى الويب سايت ماشي. انتم عاملين اعلان متجر الكتروني مثلا، عندكم متجر الكتروني وعاملين اعلان، فالشخص اللي بيكبس هذا الزر بنهايه الاعلان اعرف المزيد راح لوين؟ راح من الاعلان بالفيسبوك راح على الويب سايت، راح فتح الويب سايت. طيب اجينا سالنا للادمن تبع الويب سايت، مدير الويب سايت اللي فاتح لوحه تحكم الويب سايت، قلنا له نحن اليوم كم واحد فاتوا زار الويب سايت تبعنا؟ فطلع هو بلوحه التحكم مباشره قام جاء لنا انه فايت عندكم على الويب سايت اليوم 300 زائر، 300 زائر، في 300 شخص فاتوا على الويب سايت. طيب جيت سالته انا، قلت له انا عامل اعلان فيسبوك، بدي اعرف كم واحد من هدول الزوار فاتوا عن طريق اعلان الفيسبوك، يعني شافوا اعلاني بالفيسبوك، كبسوا على زر تعرف على المزيد وراحوا من هالزر على فاتوا على الويب سايت. شو بقول لنا مدير الويب سايت؟ انا شو بعرفني؟ انا ما بعرف، انا اللي بعرف انه عندي بلوحه التحكم في 300 واحد اجوا، بس والله هذا منين اجى وهذا منين اجى ما بعرف ماشي؟ ما بعرف يعني ان هذا والله اجى من الفيسبوك ما بعرف مو شرط. طيب انا عم بسط لكم الفكره شوي، ها ترى هو في لا في امكانيات انه يعرفوا هذا الشخص منين جاي وكذا، بس عم بحاول ابسط لكم الفكره شوي بس ما اكثر مشان ما تفكروا انه في خطا علمي بالموضوع. طيب هلا نحن بدنا نعرف هذا الشخص فات على الويب سايت، فات عليه للويب سايت، بحث عليه بالجوجل لقاه مثلا، او هو فايت عليه قبل هالمره ومسجله عنده، او انه هو مثلا فات عليه عن طريق اعلاننا بالفيسبوك لقاه بالفيسبوك، او اعلاننا بالانستغرام شاف اعلاننا بالانستغرام كبس على زر الاجراء فات على الويب سايت تبعنا. فبدنا نعرف هذا الشخص منين اجى، هاي اول شغله. النقطه الثانيه، شو رايكم انه هذا الشخص ممكن انه نحن نستهدفه باعلان مستقبل، نعمل اعلان ونعيد استهدافه لهذا الشخص، خليه يشوف نفس الاعلان مره ثانيه، نحسه على اتخاذ اجراء جديد. يعني مثلا في عندنا شخص شاف اعلاننا راح فات على الويب سايت تبعنا، جول بقلب الويب سايت وطلع ما عمل اي اجراء، طيب نحن هلا بدنا نخليه يشوف اعلاننا جديد مره ثانيه، قصدا بدنا نرجع اعلاننا مره ثانيه، وهالمره بدنا نشجعه اكثر انه يفوت على الويب سايت وينفذ عمليه شراء مثلا. وهالنوع من الاعلانات بسموه حملات اعاده الاستهداف او ريتارجتنج، اعاده الاستهداف فعلا لانه مستهدف سابقا ونحن هلا عم نرد نفرجيه الاعلان مره ثانيه. طيب كيف الاليه بدها تصير؟ يعني انا مثلا الادمن تبع الويب سايت شو قال لي؟ قال لي ما بعرف اذا كان جاي هذا الشخص منين جاينا، جاينا عن طريق اعلان فيسبوك ولا جاينا من مصدر ثاني انا ما بعرف. طيب اجيت سالت الفيسبوك قلت له يا فيسبوك هذا الشخص اعطيني والله هذا الشخص قل لي شو فات عمل بالويب سايت مثلا او كذا، هذا الشخص كبس على الزر عندك وطلع راح اللي عندي على الويب سايت، اعطيني شو عمل بالويب سايت؟ بقول لك الفيسبوك انا ما دخلني، انا اللي لما طلع من عندي انا ما بعرف عنه شيء، فات صار عندك بالويب سايت انت لازم تعرف هو شو سوى، انا بهمني انه طلع من عندي ما عاد لي علاقه فيه، بعد ما طلع من عندي كبس على هذا الزر الاجراء وطلع من عندي راح على الويب سايت عندك انا ما عاد لي علاقه فيه نهائي. طيب بيجي الفيسبوك هون بيعطيني اقتراح، هذا الاقتراح هو على الشكل التالي، بقول لي انا اذا بدك بقدر اتعقب لك اياه لهذا الشخص وشوفه ضمن الويب سايت تبعك شو سوى، يعني طلع من عندي راح على الويب سايت تبعك وشو سوى بقلب الويب سايت تبعك، انا بقدر اتعقب لك يا ضمن الويب سايت تبعك بس بشرط، بيشترط علينا الفيسبوك هون شرط، شو هو هذا الشرط؟ بقولنا الفيسبوك اعطوني صلاحيه اني فوت لقلب الويب سايت تبعكم ولحقوا لهذا الشخص ضمن الويب سايت تبعكم وشوفوا شو سوى ضمن الويب سايت ماشي لحتى يقدر لحقوا، اذا اعطيتوني هاي الصلاحيه انا بقدر اني لحقوا لهذا الشخص، اذا ما اعطيتوني صلاحيه انا ما بقدر لحقوا. هالصلاحيه هاي هالاذن هذا اللي نحن نعطيه للفيسبوك، بنسمح لكل شخص طلع من الفيسبوك من اعلان الفيسبوك راح على الويب سايت تبعنا كبس على زر الاجراء بنهايه الاعلان وراح على الويب سايت تبعنا، هالصلاحيه هاي هي عباره عن كود برمجي نحن بنضيفه على الويب سايت، هذا الكود البرمجي يسمح للفيسبوك بالولوج الى الويب سايت تبعنا وتعقب هذا الشخص شو سوى بقلب الويب سايت تبعنا. هل الكود البرمجي بسموه بيكسل، اسمه بيكسل اداه تعقب مبدئيا كتعريف البكسل، حد عنده أي سؤال؟ اللي عنده أي سؤال يتفضل يسأل مشان نمشي لقدام شوي بموضوع البكسل. اللي بده نعد له الفكرة يقول لنا نعد له إياها.
ما تستحوا يعني. اكتبوا كتاب، احكوا حكي. إذا البكسل هو أداة لتعقب الأشخاص، يعني شافوا الإعلان وانتقلوا للويب سايت تبعنا وقاموا بإجراء معين ضمن الويب سايت، نحن فينا نتعقب هذول بشكل بسيط. علميا ما له دقيق التعريف، لكن أنا كل ما في الأمر أني عم حاول بسط لكم إياه لحتى تقدروا تفهموه وتستوعبوه بشكل جيد فقط. ما كل كلمة عم بحكيها دقيقة علميا، ها، لأنه في كثير مجالات يعني بتختلف فيها الأمور بين الصفر والعشرة، بس إنه أنا كل ما في الأمر إنه عم بسط لكم المبدأ، فلا تأخذوا هذا الكلام إنه سليم 100%، أنا بس عم حاول بسط لكم الفكرة. هذا الشخص طلع من الفيسبوك، راح على الويب سايت تبعنا، قام بإجراء معين ضمن الويب سايت، نحن سمحنا للفيسبوك إنه يتعقب ضمن الويب سايت تبعنا. كيف سمحنا للفيسبوك إنه يتعقب ضمن، كيف أعطينا إذن للفيسبوك إنه يفوت لقلب الويب سايت تبعنا ويتعقب هذا الشخص؟ عن طريق كود برمجه، اعطاني اياه الفيسبوك، انا احط هذا الكود البرمجي بقلب الويب سايت تبعكم، هذا الكود البرمجي بيعطيني اذن اني افوت. هالكود البرمجي اسمه بيكسل، اداه التعقب بالبيكسل. فهمت الفكره اللي حديت هون؟ طيب كيف بنقوم بعمل البيكسل؟ فبنيجي لهون، فتنا اول شيء على صفحة مدير الأحداث. صفحة مدير الأحداث إذا من متى بزنس سويت، business.facebook.com/events_manager events_manager، أو من فتلو من خلال هدول يتمسك ثلاث خطوط ونفوت على مدير الأحداث، وهي الطريقة الأسهل والأسلس يعني. ماشي، مدير الأحداث. من خلال مدير الأحداث إذا بدنا نشوف، شوفي عندنا بكسلات سابقا احنا مبرمجين عم نكبس عليها، بس اذا بدنا نعمل بكسل جديد نكبس من هون على اشاره الزائد، بنقول له ربط مصادر البيان، ربط مصادر البيان. طبعا البكسلات في لها انواع عديده. طبعا اذا كان انتم عندكم ويب سايت مثلا، متجر الكتروني، وبدكم تتعقبوا الاشخاص يلي شافوا اعلانكم بالميتا فيسبوك او انستغرام وانتقلوا من هذا الاعلان راحوا باتجاه الويب سايت تبعكم، بدكم تتعقبوا هدول الاشخاص، فالبكسل اللي بدكم تبرمجوه بهالحاله بسموه بكسل الويب. بكسل الويب. طيب اذا كان ما عندكم ويب سايت، عندكم تطبيق اندرويد مثلا انتم مبرمجينه او تطبيق ايفون، ماشي، طيب وبدكم تتعقبوا الاشخاص يلي شافوا اعلانكم بالميتا وكبسوا على زر الاجراء وراحوا فتحوا التطبيق هذا تبعكم وقاموا باجراء معين ضمن التطبيق، سواء قاموا بتثبيت هذا التطبيق، أو مثلا هذا التطبيق هو عبارة عن متجر إلكتروني أو فيه زر اشتراك معين أو فيه زر دفع معين أو شراء شغلة معينة، ماشي، فقاموا بإجراء ضمن هذا التطبيق وأنتم بدكم تتعقبوا ضمن التطبيق، فبكون أداة البرمجية بتكون برمجوها هي بيكسل التطبيق. بيكسل التطبيق، بيكسل بلا اتصال. لنفرض أنتم لا عندكم ويب سايت ولا عندكم تطبيق، عندكم صفحتكم بس على الفيسبوك، ماشي، ومنا عم تشتغلوا وتسترزقوا. طيب صفحتكم على الفيسبوك فيها زر اتصال وفيها زر واتساب مثلا، او انتم عاملين اعلانات من هالحكي، ماشي. طيب لنفرض مثلا انه انت عملت اعلان واجاك من وراء هالاعلان 300 اتصال، ماشي، فانت رحت مثلا بدك تعرف انت شو وصلك من الاتصالات، وصلك رقم بس ما بتعرفش، بتعرف شو هو حسابه اللي على الفيسبوك لهذا الشخص اللي اتصل عليك؟ لا ما بتعرف، صح لما لا؟ انت ما بتعرف حسابه بالفيسبوك لهذا الشخص اللي اتصل عليك او حتى بعت لك رساله على الواتساب، انت ما بتعرف شو حسابه على الفيسبوك، انت وصلك رقمه فقط، انت بتعرف رقمه. طيب شو رايكم انه فيكم تعملوا ملف اكسل شيء وتحملوا اسماء هالاشخاص وارقامهم والتاريخ الاتصال انه انت تواصلوا معكم، ماشي، وتحملوا هالاكسل شيت، تحملوها للمتا، المتا بتاخذها. طبعا كل شخص كبس على زر الاتصال او زر الواتساب، المتا محفظه انه بتاريخ كذا بتوقيت كذا تم الضغط على زر الواتساب، ماشي، فبتقارن هذا الموضوع بالمعلومات اللي عندها. ثانيا لانكم انت حطيته تاريخ بقلب الاكسل شيت، حطيته تاريخ الاتصال انت اتصال. ثاني نقطه، ما هن هدول الاشخاص فيها ارقامهم، انت حطيتوها بالاكسل شيت، فاخذت المتا هالارقام وبدأت تقارنها بقاعدة البيانات المسجلين عندها، فشافت انه في اشخاص
مسجلين بهاي الارقام، فعرفت منهم هن هدول الاشخاص، جمعيتهم لهدول الاشخاص، جمعتهم ماشي، جمعتهم لهدول الاشخاص تمام. طيب اداره علاقات العملاء، ممكن انكم انتم مثلا عندكم عملاء من مصدر ثاني غير الفيسبوك، مثلا عندكم عملاء جايبينهم من التيك توك. طيب هل يا ترى فينا نستدرج هذول العملاء نشوف شو هي حساباتهم على الفيسبوك؟ نعم، في طريقة نقدر نحن نستكشف شو هي حسابات هذول العملاء اللي اجونا من التيك توك، ها نستكشف شو هي حساباتهم بالفيسبوك عن طريق تزويد الفيسبوك بأرقامهم ومعلوماتهم. فالفيسبوك بتبدأ بحث بقاعدة بياناتها، فإذا لقيت هاي الأرقام موجودة لمسجلين عندها، فعرفت منهم هن هذول الأشخاص ماشي اللي عملاء على التيك توك، عرفت منهم هن عنده بالفيسبوك، يعني عرفت شو حساباتهم بالفيسبوك، وممكن بالتالي انه نتعقبهم ونأسس منهم جمهور جديد ونعيد استهدافهم بإعلان. المراسلات، اذا اي شخص راسلك من خلال واتساب او فيسبوك ماسنجر او انستغرام ماسنجر، ممكن تجمعوا هدول الاشخاص كلياتهم ماشي، ممكن انكم تبرمجوا بكسل، هذا البكسل يجمعهم كلياتهم هدول الاشخاص اللي قاموا باجراء هالمراسلات معكم ماشي، وتعملوا منه جمهور وتعيدوا استهداف. طيب هلا رح نبدا باول واحد فيهم اللي هو طبعا جايين شوي على التوسع بشرح بهدول، يعني جايين ماشي. هلا رح نبدا اول واحد اللي هو بيكسل الويب. اذا انا كل شيء، في اشخاص شافوا اعلاني كبسوا على زر الاجراء، راحوا من الفيسبوك انتقلوا للويب سايت تبعي، فاتوا لقلب الويب سايت تبعي. طبعا شو هي الاجراءات اللي ممكن يقوموا فيها الاشخاص ضمن الويب سايت تبعي؟ اذا فرضنا مثلا انه انا الويب سايت تبعي هو متجر الكتروني ماشي، طب شو هي الاجراءات اللي ممكن يقوم فيها اي انسان ضمن متجر الكتروني؟ طبعا ممكن انه الانسان يقوم بعده اجراءات ضمن متجر الكتروني. اولا ممكن انه يفوت فقط يتفرج، يكتفى بالفرجه صح لما لا؟ طيب وممكن انه هذا الشخص يفوت لقلب المتجر الالكتروني ويشوف منتج ويعجبه هذا المنتج ويضيفه لعربه المشتريات صح؟ طيب ممكن انه شخص يفوت لقلب المتجر الالكتروني تبعه او الويب سايت اللي هو متجر الكتروني ويعمل شو؟ يوزر نيم وباسورد، يشترك يعني يسجل فيه لهذا المتجر صح؟ طيب ممكن انه شخص يفوت يسجل بهذا المتجر، المتجر تبعه يعمل يوزر نيم باسورد، وممكن انه يضيف بياناته البنكيه كمان. طيب ممكن ايضا هذا الشخص انه يفوت مثلا على الويب سايت هذا المتجر الالكتروني ويضيف منتج من المنتجات لقائمه الامنيات، بتعرفوا انتم بالمتاجر الالكترونيه في اشخاص مثلا بيضيفوا منتج لقائمه التمني. لقائمه التمني ماشي؟ يعني انا ما بقدر هلا بشتري له المنتج، ولكن اتمنى شراؤه عندما تسمح لي الفرصه بذلك. في عندكم شيء بسموه سله عربه المشتريات، لا انت لما ضفته لعربه المشتريات خلص انت ناوي تشتري، اما لما ضفته لقائمه التمني بمعنى انت بتتمنى تشتري بس هلا ما انك قدران ماشي، لكن رح تشتري انت باقرب فرصه ممكن، باقرب يعني موعد ممكن، لما بتتوفر معك مثلا حق هالمنتج او كذا فانت ممكن انك تشتري. طيب اذا في عندنا مجموعه كبيره من في عندكم حتى ببعض الويب سايتات، في عندكم شيء بسموه صفحه كونتاكت اس او اتصل بنا، وبتفوتوا لقلب هاي الصفحه وبتعبوا استماره، بيجيكم اسمك ورقم هاتفك وايميلك ونص الرساله تبع، وبعدين تعمل له ارسال. حتى الشخص اللي بفوت بيعبي هاي الاستماره وبيعمل ارسال رساله كمان فيكم تتعقبوه عن طريق هذا البكسل تعقب. طب تعال نشوف هلا كيف بدنا نبرمج هذا الحكي، بنقول له التالي. طبعا اول شغله لازم طبعا تعطوا اسم، تعطوه اسم لهاي طبعا عم يقول لي انه بدك تعدل بمجموعات ببكسلات سابقه انت عاملها. لا طبعا انا ما بدي اعدل ببكسلات سابقه، انا بدي انشئ بكسل جديد ثبت بالسابق، بس انا خربطت فيها لانه جديد يعني كان سابقا ما تظهر هيك، فقط جديد يعني ما صار لها يمكن فتره وجيزه نازل هذا التعديل، فخربطت فيها. عم بكبسه بدي اكتب الاسم ولا بتطلع لي قائمه مسببه؟ لا نحن بدنا ننشئ مجموعه جديده، فبعد ما بنكبس على هاي المجموعه الجديده فبقول لي اكتب لي اسم هذا البكسل ماشي. طيب انا راح اعطيه اسم لهذا البكسل، راح سميه بهذا الاسم. طبعا دائما لما بتعطوا بكسل بتعطوا اسم معبر عنه، ليش معبر عنه؟ هذا البكسل دائما اسمه لازم يعكس مهامه، انه انتم ليش حاطين هذا البكسل؟ شو هي مهامه؟ بتكتبوا شيء عن مهام. هلا انا هيك مجرد يعني تعليم اكاديمي كتبت لكم هيك تمام؟ فبدي له انشاء.
طبعا حكينا لكم انه برمجه البكسل قائمه على كود برمجه، بدك تاخذ هذا الكود البرمجي وتحطه بالويب سايت تبعك. عمليه وضع الكود البرمجي بالويب سايت ممكن تكون بسيطه جدا بحسب عوامل عديده. مثلا هاي المنصه اللي انت مبرمجه ليها الويب سايت تبعك، هل هي شريكه للفيسبوك؟ في منصات عالميه ببرمجوا عليها الويب سايتات بتكون شريكه للفيسبوك، من ضمنها مثلا منصه ووردبريس، مثلا منصه شوبيفاي. ومنصة شوبيفاي أحد المنصات العالمية الضخمة جدا بمجال برمجة المتاجر الإلكترونية. برمجة المتاجر الإلكترونية شوبيفاي يعتبر من المنصات العالمية القوية جدا بمجال برمجة المتاجر الإلكترونية، هي ومنصة ووكوميرش كمان، منصة ووكوميرش ضخمة جدا بمجال برمجة المتاجر الإلكترونية. وطبعا في عندكم أيضا منصة الويكس كمان تعتبر شريكة للفيسبوك أيضا. إذا كان موقعكم مصمم بأحد المنصات بتصير عملية تعريف البكسل سهلة جدا، ماشي؟ بتصير عملية تعريف البكسل سهلة جدا. فعم يقول لكم الفيسبوك شو رأيكم تربطوه عن طريق شريك، ترى بتصير العملية أسهلكم. أنا راح أخذ الخيار الأصعب اللي هو ربط يدويا، يعني اعتبر أنه أنا المنصة اللي أنا عاملها ما أنا مصمم بأحد، يعني الويب سايت اللي أنا عامله ما أنا مصمم بأحد المنصات اللي كنا عم نحكي عنها. طيب فقلت له ربط يدوي، يعني بيجيني خيارين، في عندكم واجهة اي بي اي، واجهة التحويلات او واجهة اي بي اي واللي هي الريكومندد، هاي الحديثة، هاي بتتطلب برمجي، فلذلك ما راح نشرحها هلا، راح نشرح واجهة البكسل العادي فقط، علما انه النتائج ما بتختلف كثير، بتختلف بنسبة فقط عن بعضه، يعني هذا افضل بشوي. طيب راح ناخذ بكسل متى فقط، هذا اللي بدنا اياه، بكسل متى فقط. وطبعا هي لاحظوا اسم البكسل وهي المعرف، فورا بس انه عملنا بكسل اخذ معرف، خلونا ننسخ هذا المعرف لانه بيلزمنا بعدين هلا بتعرفوا انت. طبعا راح اخذ فقط واجهه البكسل، بقول له التالي، ماشي؟ هلا بعد ما خلصت كل هالحكي بقول له شو؟ بقول له اكمال. طبعا اذا فتنا هلا بعد ما اكملنا عمل البكسل، طبعا في نافذه بدها تظهر بس صار لها فتره هيك عم تتاخر معه. اذا فتنا هون على مصادر البيانات، يفترض هلا انه يعطينا هذا البكسل اللي عملناه جديد، يعطينا اياه من ضمن مجموعه البكسلات اللي نحن مساويين. هي مشكلة صايرة للأسف الشديد صار لها فترة، يعني عم نطلب منه من عرض كل البكسلات، فما بعرف ليش الصفحة ما عم تفتح مثل ما انكم شايفين. يعني جربتها من كذا، يعني كذا حساب فيسبوك، فكرت انه بس بهذا الحساب، يعني جربناها من كذا حساب فيسبوك، لاحظنا انه نفس الإشكالية عم تصير معنا، بنلاحظ انه الفيسبوك ما عم يعطينا البكسلات، هون بيعطيكم هون مجموع البكسلات كلياتها المبرمجي، ماشي؟ طبعا ليش نحن لازم نفوت على هذا البكسل؟ بدنا نفوت عليه لهذا البكسل لانه في له نافذه خاصه فيه بنقدر نفحصه من خلالها وبنقدر نشوف شو وضعه وكذا وهالامور هاي، لكن نافذه هذا البكسل ما أنا عم تطلع من فتره هيك صار معنا، وهلا ردت يعني تكررت نفس القصه، فراح احاول ان افوت لهذا البكسل من نافذه ثاني. طبعا في عندي انا بكسلات، يعني ممكن اني انا افوت على البكسلات واشرح لكم عليها، بس انا بفضل اني امشي على نفس هذا البكسل اللي كنا نحن شغالين عليه. طبعا
طبعا للاسف الشديد ما فينا نفوت على البكسل هلا، بس راح فوت عليه بطريقه غير مباشره. طبعا هو عاده قائم كامل، بس انا راح فوت عليه بطريقه غير مباشره مشان اذا صار شويه خربطه ترى هي حاله خاصه يعني. ماشي، فراح فوت على البكسل اللي نحن هلا برمجناه. هذا هو طبعا بعد ما نفوت على البكسل اللي احنا برمجناه، لاحظوا بتطلع لنا هاي القائمه تبعته، فينا بنعمل له، لاحظوا هاي اسمه وهي الاي دي تبعه. ماشي، هاي النظره العامه تبعت البكسل. هلا البكسل لما بكون شغال بيعطيكم خط بياني هون، بس هذا البكسل لسه ما اشتغل نهائيا. طيب هلا كيف بدنا نبرمج هذا البكسل؟ ممكن طبعا انه نحن من هون نفوت على الاعدادات. طبعا من خلال الاعدادات ممكن انه نحن نفوت على اداره، عفوا من هون، نفوت على شو اسمه اختبار فتح اداره الاحداث ونربطه من هون بالويب سايت. لكن عمليه وضع الكود البرمجي طبعا هلا بيعطينا بعد شوي كود برمجي. ماشي، وهذا الكود البرمجي بناخذ هذا الكود البرمجي وبنحطه بقلب الويب سايت. لكن طبعا انا في عندي هون بس نقطه مهمه بدي اشرحها. تتذكروا نحن حكينا لكم بالسيو انه احد معايير السيو اللي بتحافظ على الويب سايت انه يكون هذا الويب سايت سريع. يعني اذا لقيت مثلا من جوجل انه في عندنا اثنين ويب سايت وهدول الاثنين ويب سايت متشابهين تماما بكل المواصفات، بس واحد منهم صاير اسرع من الثاني، فبتقيمه انه هو افضل وبتحطه فوق بالتصنيف، صح لما لا بنتائج البحث، مزبوط هالحكي؟ طيب لنفرض انه نحن اخذنا كود هذا البكسل ورحنا حطيناه بقلب الويب سايت. كل ما كثرنا بقلب الويب سايت اكواد برمجيه، شو بصير للويب سايت؟ بصير بطيء، الويب سايت بصير بطيء. ف نحن مثلا عندنا هلا بالفيسبوك بدنا نبرمج بكسل ولا اثنين، بالاكس او تويتر بدنا نبرمج بكسل ولا اثنين، وبالتيك توك بدنا نبرمج بكسل ولا اثنين، وبالجوجل بدنا نبرمج. طبعا بالجوجل اسمها احاله ناجحه، بكره بيجينا كمان اللينكد ان بدنا نبرمج فيه كمان اداه تعقب بسموها الانسايت، وبالسناب شات بدنا نبرمج كمان بكسل. طيب يعني صار في عندنا تقريبا بحدود العشر اكواد برمجيه بدنا نضيفها لقلب الويب سايت. وهاي الاكواد البرمجيه لما بدنا نضيفها لقلب الويب سايت شو بدها تعملنا؟ بدها تصير ثقل على الويب سايت، بدها تشكل حمل اضافي على الويب سايت، وبصير الويب سايت تقيل وفتحه بطيء. هذا السبب لحديت تقريبا سنه 2021 2022 كان الاقبال على برمجه البكسلات للمسوقين الرقميين كثير كثير قليل بسبب هذا النوع من المشاكل، بسبب ما صعوبه لانه كان نهاية الموضوع. ماشي، وتتطلب من الإنسان يكون شبه مبرمج لحتى يقدر يحط البكسل. فيما بعد كثير شركة جوجل طرحت برنامج، هذا البرنامج شو بيعمل؟ يلعب دور وسيط بين التواصل الاجتماعي وبين الويب سايت. تعالوا نشوفه من خلال الصورة، خليكم معي. أصور عنكم هيك. طبعا هذا الكود البرمجي احنا كنا بدنا نحطه، هاي الويب سايت شايفينه، هذا هو الويب سايت تبعنا، وهي منصات التواصل الاجتماعي كلها، كل انواع منصات التواصل الاجتماعي. بعيد بكسل فوق من التواصل الاجتماعي نحطه بقلب الويب سايت. فهذا الشيء بده يشكل حمل كبير على الويب سايت، والويب سايت بده يبدا يصير بس بيتراجع تصنيف الويب سايت بالسي. هون اجت شركة الجوجل طرحت برنامج اسمه جوجل تاج مانجر. هذا لا تروح تحط الاكواد البرمجية تبعت بكسلات التعقب تحطوها بقلب الويب سايت، تعال حطوها عندي انا، ماشي،
وصلوني انا بس، وصلوني مع سايت وخلص، انا بلعب دور وسيط بين منصات التواصل الاجتماعي وبين الويب سايت. فبدل هالبكسلات الاكواد البرمجيه تروح تحط، وانا وصلوني بس بالويب سايت. هلا رح اديك الفكره من ناحيه نظريه، مفهومه عندكم؟ حد عنده اي سؤال بالنسبه لهذا الموضوع؟ يلا بس بدنا نقرا، مفهومي هلا بالنسبه لشهد مفهومي، بس بدنا نشوف البقيه، بقيه الاساتذه. حد يعني هلا يعتبر فقره مهمه جدا بعالم التسويق الرقمي، ولا يمكن انه يتخرج اي انسان يكون محترف في التسويق الرقمي الا ما يستوعب هالفكره بعالم التسويق الرقمي. يعني اذا استوعبتوا هاي الفكره فالامور اللي بعدها رح تكون اسهل. عن جد عم بحكي، فاستوعبوا هاي الفكره مزبوط، لانه كل شيء رح يجي بعدها رح يكون اسهل منه. تمام، طيب خلونا هلا ننتقل شوي ل كويس كثير ممتاز رسائل انه الاخوه والاخوات فهمانين. طيب تعالوا نشوف فكرات، راح تفوت على تطبيق جوجل، يتم الدخول لهذا التطبيق عن طريق كتابة تاج مانجر دوت جوجل دوت كوم، شاك مانجر دوت كوم. طبعا بداية دخولنا لقلب هذا التطبيق ما راح يعطينا كل هذا الحكي، راح اقول لكم شو راح يعطينا. اول مرة بفوت عليه ما راح يعطينا كل هذا الحكي، فورا على السريع بتفتح لكم هاي النافذة بأول دخول. طبعا تطلب منكم تسجيل دخول، ما اختلفنا، بتسجل دخول جوجل بتلاقي هالنافذه، بتقول لكم اربطوا التاج مانجر مع الويب سايت. ها بتتذكروا ها، بس اربطوني بالويب سايت والباقي كل الاكواد البرمجيه للبكسلات حطوها عندي، ما مشكله لا تحطوها بالويب سايت، بس اربطوني انا بالويب سايت. طيب بنرجع للفكره العمليه، لا جوجل تاج مانجر عم يقول لكم لازم تربطوا الويب سايت برمجيات وتحطوهم بقلب الويب سايت. الكود الاول هذا اللي تحطوه بالويب سايت، بالهيد تبع الويب سايت، اذا براس الويب سايت ماشي. والكود الثاني بتحطوه بالبري تبع، اذا واحد منهم بالهيد بتعتقد للويب سايت، حكيت لكم اياها صحيح؟ طيب فهذول الكودين طبعا بشكل عام، بشكل عام سواء كنت في الوقت هو شطر، اذا انتم بغلطكم تاخذوا هذا الكود ويكفي فقط، ما في داعي تكبس فبينتسخ فورا هذا الحل، وتبعثوا اياه لمبرمج الموقع، بس تبعته بالواتساب اكيد، اذا بعته بالواتساب شات فيه ورموز كلها بتطلع مشقلبه. في كان عندي احد الكورسات وفي بنت كانت حاضره الكورس ورحت عملت ويب سايت، وطبعا بعثت له لمبرمج الويب سايت الكود عن طريق الواتساب. يوم عم نحاول ليش ما عم جوجل تاج مانجر يرتبط بالويب سايت، ما عم بالصدفه عم تقول لي انه لما بعثت له الكود بالواتساب، انا هي قالت لي بعثت له الكود بالواتساب، قلت لها الغي خليه يلغي هذا الكود كلياته، راح نبعث كود جديد. فقلت لها بجيبي هذا الكود بتحطيه بقلب ملف وورد مثلا ماشي، وبتحفظ الملف وتبعتي له اياه عن طريق التليجرام. فعملت هيك، فبمجرد ما حط الكود فورا ارتبط التاج مانجر. هلا طبعا اعطينا هذا الكود للمدير تبع الويب سايت انه حط لنا اياه بالهيد، اخذ وحطه بالهيد، واعطينا هذا الكود كمان للمدير تبع الويب سايت اخذ وحطه، حطينا هذا بالهيد وهذا الكود بالبادي. هلا بدنا نعمله تيست، يعني بدنا نفحص اذا كان الويب سايت فعلا ارتبط بال، طبعا بيطلب مننا نحط اليو ار ال الكامل للويب سايت، طبعا مشان ما نتعذب هلا نكتبه، راح انا فورا اكتب. هلا بناخذ اليو ار ال الكامل هذا، نعمل كوبي، بنرجع التاج مانجر وبنلزقه هون، نعمله بس. هلا لاحظوا هون بس، بعدين بنعمله تيست فحص منهم، لاحظوا عم يفحص هلا. هلا اذا عمليت الرابط سليمي وهدول الكودين نازلين بشكل سليم بيعطيكم صح هون انه فعلا تم ربط الجوجل تاج مانجر مع الويب سايت. اذا هلا صار هاي الوصله موجوده،
لاحظت الوصلة هاي بين جوجل تاج مانجر وبين الويب سايت تأمنت خلص، مش حاب أمننا عليه. فإذا هلا ما عاد ضل عندنا شيء، ما عاد لنا علاقة نهائيا ببرمجة الأكواد البرمجية بكسلات أو أدوات التعقب بنحطها، ما عاد لنا علاقة بالويب سايت. هاي الميزة، هاي العملية لها ميزتين. الميزة الأولانية أنه نحن الأكواد البرمجية ما رتب بالويب سايت، راح تضحته ضل سريع وكويس بالسيم، صح لما لا؟ هاي اول ميزه. ثاني ميزه شو؟ نحن كل ما بدنا نبرمج بيكسل او عقب بدنا نروح نوجع له راسه للادمن تبع الويب سايت عندك، لا له مره بالويب سايت ونصير نحط الاكواد بقلب التاج مانجر، ما مطلوب مننا اي شيء اخر. فهمت الفكره؟ تمام. نرجع لهاي الصوره ما عدا لازمه، راح صحة. الجوجل تاج مانجر انه خلص تمام تم الربط، نقول له اوكي نطلع من هاي الناس. طبعا الخطوه اللي بعدها بيطلب مننا جوجل تاج مانجر انه اسس شيء كونتينر وعاء او يا اخي، يكون عندك انت نشاطك التجاري له اكثر من ويب سايت واحد، يعني عندك انت محلين، محل البسه ومحل احذيه. طيب محل البسه سايت الاحذيه عامل له ويب سايت، او عندك متجرين الالبسه ومتجر الاحذيه مثلا، يعني انا عم بحكي. طيب بهالحكايه بتروح لكل واحد، لا حساب جوجل واحد بتفتح منه حاويتين، الحاويه الاولى او الوعاء الاول بتحطه متجر الاحذيه، والوعاء الثاني بتحطه متجر الالبسه، او الوعاء الاول بتحطه ل الويب سايت الأول رقم واحد، والوعاء الثاني للويب سايت رقم اثنين. ما بدي الشغل كثير، شو المشكلة يعني؟ ماشي مفهوم؟ طيب هلا بيطلب منك هو انك تأسس كونتينر اوتوماتيكيا، هو لحاله بيطلب منك تأسس كونتينر. لما بتأسس كونتينر يفضل انك تعطي اسم لهذا الكونتينر، شو يكون؟ يكون اخذ من اسم الويب سايت، لأنه فيما بعد بدك تعمل ويب سايت ثاني، ويب سايت ثاني شو بده يكون؟ بده يكون هذا الويب سايت الثاني اخذ اسم الويب سايت الثاني، او بدك تعمل وعاء ثاني بيكون اخذ، او بدك تعمل وعاء للويب سايت الثاني بتعطيه اسم الويب سايت الثاني مشان تميز الوعاءين عن بعضه، انه هذا الوعاء للويب سايت هذا، الوعاء الثاني للويب سايت الثاني. طبعا كل وعاء من هذول الاوعيه بياخذ كود، بياخذ اي دي مميز. كلمه جي تي ام هاي الشايفينها هي جوجل تاج مانجر بعد سلاش بعدين الاي دي تبع هذا الكونتينر. طبعا غالبية الحالات ما عندنا غير ويب سايت واحد، صح لما لا؟ فأسسنا كونتينر واحد بهذا الويب سايت، وهي هو ليك تفتح لنا هاي النافذة، وهي الجي تي ام تبع ليك او الاي دي تبع ليك، وهذا ماشي اذا لزمكم. هلا هيك صار جاهز الجوجل تاج مانجر، تقريبا صار جاهز للاستخدام. الخطوة الثانية بعد ما فتحت معنا هاي النافذة، في عنا حالة صفرية لازم نضيفها، بس قبل ما نضيف الحالة الصفرية اللي عم أقول لكم عليها، بدنا نعرف شوي شغلتين مهمات موجودة بتطبيق الجوجل تاج مانجر، تاج وتريجر. في عنا شيء اسمه تاج وفي عنا شيء اسمه تريجر، بدنا نعرف كل وحدة منهم شو هي. أول شيء بدي أقول لكم عليه إنه والله هي بالفيسبوك اسمها بيكسل، بالجوجل اسمها كونفرجنت تراكينج او الاحاله الناجحه، باللينكد ان اسمها انسايت، بالتيك توك اسمها بيكسل، بالسناب شات اسمها بيكسل، بتويتر او اكس اسمها بيكسل. اسمها بيتعدد وبيتنوع من منصه لمنصه، لكن بقلب تاج مانجر كلياتهم اسمهم له اسم واحد، شو هو؟ تاج، علامه، تاج او علامه، كلياتهم له نفس الاسم بقلب التاج مانجر. لكن التاج لحاله ما بتسوى شيء، لازم يكون في لها تريجر. التريجر شو الفرق بين التاج والتريجر؟ انتبهوا، التاج هي العداد، التريجر هو المتعقب. يعني كيف؟ يعني انا فتت لقلب الويب سايت، نفذت عمليه شراء، مين اللي شافني لما نفذت عمليه شراء؟ شافتني التريجر وعطت التريجر اوامرها للتاج انه سجلي هذا الشخص ليك اشترى، فالتاج سجلتني انه انا اشتريت. بس مفهوم الفرق بينهم؟ إذا التريجر هو المتعقب الحقيقي،
والتاجز هي والمسجل اللي عم يسجل. التاج بسجل بالاعتماد على الاوامر اللي بتجي من التريجر. التريجر قال له سجل، سجل، تمام. بس مفهوم هي كلمه، جاوبوني بس لو سمحت، اذا مفهوم جاوبوني. مين بيعطينا جواب؟ اذا ما حد جاوب معناته ما مفهوم، بدي اضطر اعيد. لا معناتها بدي اضطر اعيدها، يلا راح اعيدها. انتبهوا، التاج مسجل فقط، يعني كان مش معه ورقه وقلم وقاعد عم ما يسجل، ماشي. التريجرز هي هي المراقب. فالتريجرز شافت انه في شخص فات على الويب سايت، فات عجبه منتج، قام بشرائه لهذا المنتج. قام فورا التريجر شو اعطيته اوامر للتاج، قالت له سجلي لك هذا اشترى، فالتاج سجلته فلان الفلاني فات اشترى. انتبهتوا الفكره بس كيف قائمه بكل بساطه يعني، ماشي. طيب هلا الحاله الصفريه اللي كنا عم نحكي عنها، تو بنرجع للاوفر فيو الملخص لها. الحاله الصفريه انه انت بعد ما حملته وعرفته كونتينر هون، فبتنزلوا على التاج مباشرة، وفيكم من الاوفر فيو تقولوا له اد نيو تاج مباشرة. يعني فيكم تفوتوا على التاجز من هون تعملوا له شو؟ نيو تاج لك وهذا. وفيكم لا، من الاوفر فيو، من الملخص الشامل هذا كله، تقولوا له اد نيو تاج، اذا اضافة تاج جديد. التاج الجديد هاي طبعا تعطوه اسم هون، هذا الاسم بياكم تحفظوه. اسمه كونفرجن لينكر، شايفين هالاسم؟ مش حال بالعربي، هيك بالاجنبي بدكم تحفظوا هذا الاسم. هلا نسيتوا تاخذوه من هون، تكبسوا هاي هون بس تفتح، لاحظوا في عندكم شيء اسمه كونفرجن لينكر، هاي بتاخذوه. اذا الاسم راح نسميه كونفرجن لينكر، راح نختار من هون كونفرجن لينكر. هلا ننزل، ما قلنا كل تاج الا تريجر. هاي تريجر، تريجر شو بتاخذه؟ all pages، كل الصفحة. انتبهتوا؟ إذا أول خطوة نعطيها اسم، ما بيشتغل التاج مانجر إلا إذا عرفنا هالشغلة، هاي أساسية. حتى فيكم هلأ مباشرة تاخذوا صورة بالموبايل لاي تحفظوها عندكم كخطوة أساسية. يعني هاي الحالة الصفرية، أول ما بتنزلوا التاج مانجر عرفتوا الكونتينر أو الحاوي اللي هو الويب سايت، بعد مباشرة تنتقلوا للحالة الصفرية، التاج الصفرية أو العلامة الصفرية، إنكم تضيفوا كونفرجن لينكر، وإلا ما بيشتغل التاج مانجر معكم مثلا. فهاي أساسية، معلومة أساسية مهمة جدا. إذا لازم تضيفوا كونفرجن لينكر. راح نعيد شوي شلون شرحنا الكونفرجن لينكر وكيف عملناه، ماشي. راح أطلع بطل بقول له ديسكارد تشينجز، برد بقول له من هون آد نيو تاج، أعطيناها اسم لهي النيو تاج أو العلامة الجديدة، أعطيناها اسم كونفرجن لينك. بعدين بنكبس هون بالنص، هلا بالتاج كونفيجريشن او تكوين لهي التاج، عم نعرفها لهي التاج، تاج ايش؟ شو بتشتغل هاي التاج؟ فبكبس هون، هاي بالذات ما في داعي تفهموها، بس اختاروا لي احفظوها على الفيزيك. كونفرجن لينكر، شايفينها؟ هلا بننتقل، كل تاج في إلى تريجر مثل ما اتفقنا. كل تاج إلى تريجر. هلا من التريجر كبسنا هون واخذنا شو؟ اخذنا اول بيجز، كل الصفحات، كل صفحات الويب سايت، ماشي؟ هلا بعدها، بعد ما عملنا كونفرجن بنكبس سيف، وبيجينا بعده زر سبمت كمان بنكبسه، وبيجينا بعده زر ببلش كمان بنكبسه. هلا رح تشوفوه من خلال المثال اللي بدنا نعمله، مفهوم لحديت هون؟ فبتتفعل هاي التاج، انا لاني عاملها من هالمره فما في داعي اعملها مره ثانيه، هذا القصد، ماشي. عندي الكونفرجن لينكر جاهز، ما بيشتغل التاج مانجر الا اذا نزلت الكونفرجن لينكر. ضروري جدا انكم تحملوا الكونفرجن لينكر عندكم، هاي اول تاج بسموه التاج الصفري. هلا بنرجع للتاج اللي نحن كنا عم نبرمجها بالفيسبوك. نفتح الفيسبوك هون طبعا بقلب مدير الاحداث، هذا هو التاج تبعنا، مظبوط صح لما لا؟ طبعا عندنا هاي الاي دي تبعه، بس ما عم بقدر ننسى الاي دي تبعه. طيب ما مشكله، خلينا عندنا هذا التاج بدنا نضيفه، بنرجع للتاج مانجر بنقول له اد نيو تاج، اضافه تاج جديد. هلا شو بدي اسميه لهذا التاج؟ اول شغله بدي اسميه، انا بنصحكم فيها طريقه، انكم تعطوه اسم من اسم المنصه اللي هو عم يتبرمج عليها.
طب فيسبوك لحاله لا غلط، هو فيسبوك وانستغرام، فراح نسميه متى. ماشي، هلا بعد ما ناخذ الاسم اللي سميناه فيه بقلب المتا، شو سميناه؟ ارب اكاديمي، مزبوط. فبنرجع للتاج مانجر، نكتب متا صح. طيب هلا بنيجي للتاج كونفيجوريشن. من قلب التاج كونفيجوريشن اول شيء بدنا ندور هلا هون بقلب هدول الايقونات على منصه التواصل الاجتماعي اللي عم نربط من اجل هذا التاج. للاسف الشديد ابتداء لما بتفتحوا التاج مانجر لاول مره ما بتظهر معكم منصه الفيسبوك، فبتلجأوا لاضافتها هون من هون. يعني قالب الفيسبوك غير موجود ضمن هالمنصات اللي هون، فبتضطروا انكم تضيفوا قالب الفيسبوك من هاي الغامقه شوي اللي طالع هون. فبتكبسوا عليها لهاي هون وبتدوروا على شيء اسمه فيسبوك. هاي عادة طبيعية هيك كل مرة بتطول. هلا من قلب البحث هون بتكبسوا زر البحث هذا اللي شايفينه وبتكتبوا فيسبوك. راح يطلع لكم كذا نوع من الفيسبوك، أنا بدي الفيسبوك بيكسل. الفيسبوك بيكسل شايفينه هذا هو اللي بدي إياه. بختار بيطلع لي زر آد بيجي بقول له تشوز تابلت وبضيفه. أنا ضايفه قبل هالمرة لذلك ما في داعي إنه أضيفه مرة ثانية. ماشي؟ هلا هيك بهالحاله ها طب بدور بفتح هاي القائمه مره ثانيه ولا بلاحظ انه فيسبوك بيكسل ظاهره عندي؟ لاحظوا هاي الفيسبوك بيكسل ظاهره عندي، بكبس على الفيسبوك بيكسل. ماشي، فبطلع هيك بقول لي اعطيني الاي دي تبعه لهذا البكسل، حط لي اياه الاي دي تبع هذا البكسل. برجع على مدير الاحداث لاحظ انه هذا هو الاي دي تبعه، فبدا اذا 8481 بكتبهم كتاب. بعدها 3621 بعدها 7467 بعدها 560 هلا من هون تختاروا من عند كلمة ستاندرد شو بدكم اياه هذا البكسل؟ شو يتعقب؟ تفضل. هل يا ترى بدكم اياه انه يتعقب فقط عمليات الفيو بيج، يعني الشخص اللي بفوت بيتفرج بالويب سايت مثلا؟ اما الشخص اللي بيقول اد بيمنت انفورميشن اللي بيضيف بياناته البنكية، او اد تو كارت يعني اللي بيضيف منتج لعربة المشتريات، او اد تو ويش ليست يلي بيضيف منتج لقائمة التمني، او الشخص اللي بفوت على صفحة، او الشخص الكومبليت ريجستريشن اللي بيسجل بقلب الويب سايت، او الشخص يلي بفوت بيعبي بكونتاكت اس صفحة كونتاكت اس بيعبر بيعبي الاستمارة وبيبعتها. وفي عندكم بعض الاوامر الخاصة مثل مثلا بعض المنظمات الانسانية بكون فيها، او بعض المواقع الخاصة بكون فيها زي دونيت تبرع، او الشخص اللي بيقوم بعمليه الشراء، او الشخص بيكبس على زر بحث بقلب الموقع. شو بدكم من اين واحد هدول؟ ماشي، طيب لنفرض ان انا بدي ابسط وحده انه الفيو بيج واللي هي اعم شيء. ماشي، خالص ما عاد عندي. هلا بيجي للتريجر، طيب اي بيج بدي اياه يتعقب؟ اذا في بيج معينه اكتب له البيج المعينه، هاي راح نشرحها الدرس الجاي ما راح نوصلكم فيها. اذا اي صفحه بالموقع باخذ اول بيجز اول بيجز، يعني انا بمعنى اخر عم اقول له لهذا البكسل اذا في اي واحد فات على الويب سايت تبعي تفرج باي صفحه من الصفحات تعقب لي. هلا بعد ما عملت هدول كلياتهم بقول له سيف حفظ سيف. بعد ما سيفت ما بكفي، لازم اعمل هون سبميت تقديم. بعد ما قدمت وبيطلب مني اني اعطي عنوان ووصف لاخر نشاط انا قمت فيه، ما بدي اقول له ببلش نشر. هلا برد بيعطيني انه يعطيني اسم ووصف، بقول له ما بدي كونتينيو.
طبعا هلا تعرف البكسل. هلا بدي اياكم تعملوا خطوه اخيره، هي اخر خطوه من الخطوات، بتفوتوا بقلب المتصفح تبعكم، تكبسوا على هالنقط الثلاثه هدول فوق بعضهم، في عندكم شيء اسمه الاضافات بقلب الجوجل، شيء اسمه اضافه، ماشي؟ بتفوتوا على فيزيت كروم ويب ستور، الكروم جوجل كروم الويب ستور، في كثير اضافات ممكن تحملوها على الكروم تبعكم، بتفوتوا عليه لهذا الكروم ويب ستور، هاي عامل مساعد مانا اجباري بس بتسرع عمليه تعريف البكسل، بس عامل مساعد يعني مو الزامي انكم تعملوه. هلا من هون بنكتب شيء اسمه جوجل تاج اسيستنت، مساعد الجوجل تاج مانجر اسمه جوجل تاج اسيستنت، وبكبس انتر بيعطينا كذا نوع، انا بدي هاي اللي باي جوجل، باي جوجل اللي يكون بدي اضيفها لهاي اللاحقه او الاضافه، بدي اضيفها للمتصفح تبع جوجل عندي، عملت لها اضافه خلصت، انا ضايفها سابقا بس عم فرجيكم وين بتلتقى وشلون. بعد ما بتنضاف تظهر هون عندي بالشريط اللي هو هاي، بيجي بشغلها لما بشغلها، تطلب مني اني احط اليو ار ال الكامل للويب سايت، لاحظوا كتبت اليو ار ال الكامل للويب سايت تبعي هون، وبعمل كونكت ربط، هلا بيظهر الويب سايت، بيظهر هون مستطيل بيعطيني انه تم الربط، لاحظوا تم الربط. برجع على النافذه اللي قبله اللي هي جوجل تاج اسيستنت، هاي النافذه اللي قبله كمان عمل لي كونكت تم الربط، بقول له كونتينيو. هلا هون اذا بتدوروا عليها لهي التاج البكسل عفوا، بتلاقوها موجوده هون، بتلاقوها موجوده هون ضمن البكسلات، بس انها نزلت هون ضمن البكسلات معناتها هذا البكسل خلص تعرف، بس طبعا صار عندنا كثير بكسلات وصار امور البحث عن بكسل معين يعني شوي معقد وشاق بياخذ وقت، فما في مشكله. راح ارجع هلا انا خلصت من كل هدول، برجع لقلب مدير الاحداث هون، تمام انا عرفته لهذا البكسل هلا على الويب سايت، ما عاد في عندي شيء، بفوت نافذه الاختبار كده. طبعا يستحسن لما نحن هون كبسنا بالتاج مانجر مع الويب سايت انه نفوت نتجول بقلب الويب سايت، ليش؟ نحن لما عم نتجول بقلب الويب سايت عم نشوف عم نشاهد محتوى بقلبه، فشو اللي راح يصير؟ راح يصير انه التاج عم تتعقبنا، ماشي؟ التاج عم تتعقبنا هلا، فعم ننشطها للتاج، بعدين بنرجع اذا بدنا مره ثانيه لمدير الاحداث هون وبنطلب نعمل اختبار لهذا الحدث، لاحظوا انه هذا الحدث عطى هون نقطة خضراء وأعطاني رسالة يتم تلقي نشاطات، لاحظوا البيج فيو تمت المعالجة، تمت المعالجة، فت أنا على 3 صفحات، فعلا أعطاني 3 صفحات بيج فيو تمت، أعطاني تاريخهم أنت أنا فايت عليه، لاحظتوا كيف ربطنا الفيسبوك بالويب سايت وخلينا الفيسبوك يتعقب أي شخص عم يفوت لقلب الويب سايت، لاحظتوا؟ لاحظوا انه عم يعطيني الفيسبوك انه في شخص فات على هاي الصفحه وفي شخص فات على هاي الصفحه وفي شخص فات على هاي الصفحه وتواقيتهم، لاحظوا هيك ليش؟ انتبهتوا الفكره كيف برمجت بيكسل؟ صعب شوي بعرف خطواتها طويله بس نتيجتها هائله. الدرس الجاي ما راح اطول عليكم زياده لانه بعرف انه هذا الدرس كثير صعب كان. الدرس الجاي راح نشرح كيف بنعطي مهمه ثانيه للبكسل، البكسل مو ضروري يكون عنده مهمه واحده، ممكن يكون عنده اكثر من مهمه، هاي اولا، وثانيا نحن كيف ممكن نجمع لهدول اللي فاتوا زاروا الويب سايت ونعمل منهم جمهور، جمهور مخصص، وهذا الجمهور ممكن نستهدفه بعد، قبل ما ننتقل للخطوه القادمه بالفيسبوك واللي هي الاعلان. الدرس الجاي رح نبدا بالاعلانات، ماشي؟ حد عنده اي سؤال لحديث هون تفضلوا، درس مهم جدا، يا ريت أول شيء يعني تعيدوه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة إذا، بس ما تتركوا شيء فيه ما تفهموه، ماشي؟ ما تتركوا ولا شغلة فيه ما تفهموه، الله يعافيكم يا هلا. فبدي إياكم دائما ترجعوا له لهذا الدرس قد ما فيكم لحتى ما يضل ولا شيء، وفي حال في شغلة ما قدرتوا تستوعبوا اسألوني أنا جاهز بأي وقت، أنت ما بتكون على المجموعة اطرح السؤال، ما في مشكلة، أهلا وسهلا، ماشي؟ وأنا أفضل إني طرحت سؤال على المجموعة، ليش؟ مشان نترك فرصة للبقية إنهم يستفيدوا، لأنه في مثلا شخص من الأشخاص بيسأل سؤال مهم ومفيد،
فلما بنحط هذا السؤال على المجموعة، شو اللي بصير؟ كل بيشوفوه وكل بيستفيد. فأنا هذا يعني اللي بده يسألني على الخاص أهلا وسهلا، ما في أي مشكلة، بس أنا بفضل أن يكون السؤال على المجموعة مشان نترك الفرصة للبقية أنه يستفيدوا فقط. ماشي، رجاء أنا طلب خاص عندكم أنكم ترجعوا تعيدوا هذا الدرس قد ما فيكم تستوعبوه مزبوط. طبعا الدرس الجاي رح نكمل، بس صار في جزء بسيط على البكسلات ما عاد في عندنا كثير، ورح نبدأ بالإعلانات، فبحيث انه لما نبدأ بالإعلانات تكونوا مستوعبين كل شيء. يلا الله يعطيكم العافية، اللي عنده أي سؤال يتفضل يسأل. إذا بدكم نحكوا حكي يعني مو ضروري كتابي. طيب الله يعطيكم العافية، مثل ما قلت لكم إذا في أي أسئلة كمان المجموعة موجودة. شكرا لكم وتصبحوا على خير جميعا.